هنديفاين حاجة مهمة جدا بنسميها لان كومبلاينس. لان كومبلاينس هي بتعبر عن الاكسباندبيليتي بتاعت اللانج. اوكي، يعني ايه الاكسباندبيليتي؟ يعني لو انا قلت ان في عندي هاي كومبلاينس لانج، معناها ان اللانج بتكسباند ايزلي. اوكي، يعني بتتمدد ايزلي، يعني اكني مثلا عندي بالونه سهل ان انا انفخها. اوكي، لو انا بتكلم مثلا على كومبلاينس اقل، يبقى معنى كده بتكلم على ان انا اكني بنفخ مثلا حاجه تبقى ثيك، يعني مثلا اكني بنفخ كوره، مثلا كره قدم. كره القدم ما اقدرش انفخها يعني بان انا انفخ فيها، ده لازم احط منفاخ ببريشر عالي عشان ينفخها لي. فالهاي كومبلاينس معناها انها حاجه بسيطه سهله، بحط عليها شويه بريشر قليلين بلاقي ان هي بتكبر بشكل كبير. الحاجه اللي لو كومبلاينس معناها لها العكس، محتاج فيري هاي بريشر عشان اكبرها بحجم ما يبقاش كبير قوي. فبيسكلي الكومبلاينس بيبقى جنرالي ديفايند باي الفوليوم على البريشر بتاع الحاجه اللي انا بتكلم عليه. لو انا بتكلم على ديليفر تايدال فوليوم اوف في، تايدال فوليوم ده اللي هو يعني هو ده الفوليوم اللي انا باخده كل ريسبيراتوري سايكل. اوكي، بعرف حاجه اسمها دايناميك كومبلاينس، هي عباره عن في على بي، على بي بيك البريشر بيك، وبعرف حاجه اسمها ستاتيك كومبلاينس ان هي عباره عن الفي على البريشر هو بلاتو. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ لو احنا بصينا بقى على الكيرف بتاعنا بتاع الريسبيريشن، بلاقي الريسبيريشن بيمشي كده بالظبط، بيبقى هو لو في الاول خالص قبل الشهيق، قبل الانسبيريشن، وبعد كده بيبتدي يزيد البريشر. اوكي، يعني بحط بقى نيجاتيف بريشر جامد قوي عشان ابتدي بقى ازود الايه البريشر مع الوقت. اوكي، لغايه لما اوصل لبيك للبريشر، وبعد كده بلاقي ان يعني بعد البيك دي هو بينزل بسرعه. اوكي، ويريتش بلاتو. اوكي، بعد كده في الاكسبيريشن بيبتدي بعد كده ايه، بيبتدي بعد كده ينزل بسرعه عشان يرجع تاني زي ما كان، البريشر يرجع تاني اتموسفيرك. اوكي، فالجزء اللي فوق دوت بسميه البيك انسبيراتوري بريشر، الجزء اللي هنا ده بسميه بلاتو بريشر. اوكي، لو احنا جينا بصينا على الفوليوم بريشر كيرف، اوكي، اللي هو بتاع اللانجز وهي بيحصل لها اكسبانشن في الانسبيريشن والاكسبيريشن، بلاقي ان انا ببتدي من النقطه دي اللي هي الاند اكسبيراتوري لانج فوليوم، وابتدي بعد كده اعمل انسبيريشن في السايكل دي كده في اللاج اللي هي لونها ازرق دي. اوكي، بوصل هنا لبريشر عالي جدا، وفي نفس الوقت في عندي يعني نفس النقطه دي بوصل عندها البيك لانج فوليوم بتاعتي. بعد كده في الاكسبيريشن ببتدي طبعا بيقل البريشر. اوكي، لغايه لما انزل خالص، لغايه لما انزل للنقطه اللي هي اند اكسبيراتوري لانج فوليوم اللي انا كنت بتكلم عليه. الهستريسيس اللي في النص دي، لو احنا فاكرين الورك دان بيبقى عباره عن انتجريشن بتاع بي دي في، فمعنى كده ان انا بانتجريت الفاريبل اللي هنا ده دي الفاريبل اللي هنا ده. فمعنى كده لو احنا بصينا هنلاقي هنا في بوزيتيف لوب هنا كده، او بوزيتيف لاج هنا كده، وبعد كده في نيجاتيف لاج لان احنا راجعين عكس الاتجاه. فيبقى معنى كده الجزء اللي في النص ده بيعبر لي عن الورك دان داخل الايه، داخل اللنج في اثناء عمليه الريسبيريشن، في اثناء عمليه سايكل واحده بس من الريسبيريشن. الحقيقه الكيرف دوت لازم نتساءل منه، هو ليه في بيك بريشر بالشكل ده وليه في بعد كده بلاتو بريشر؟ لازم نبص نشوف الكلام ده بقى في الفيزيكس عامل ازاي، او هو براكتيكالي بيمثل ايه بالظبط. الحقيقه لو احنا جينا خدنا المثال ده، او خدنا المثال بتاع اللنج، او مثال بتاع الريسبيراتوري تراكت كله، يعني بعمل الريسبيراتوري تراكت كله اكنه موديل كده، فممكن نمثل الهول ريسبيراتوري تراكت بتو كومبارتمنتس. الكومبارتمنت الاولاني اللي بيمثل لي اللنجز اللي هي هاي كومبلاينس الفيلاي. الفيلاي طبعا حاجه عامله زي البالونه كده، بتبقى سهله قوي انها تتنفخ، فمعنى كده الكومبلاينس بتاعتها فيري هاي. وجزء تاني عباره عن لو كومبلاينس بروكسيمال اير ويز، يعني بتكلم على كل بقى الحاجات البرونكاي والتريكيا وكل الحاجات اللي فوق الابر اير واي تراكت. كل الكلام ده الحقيقه صعب ان هو يتنفخ، لو انا بحط عليه بريشر عمر التراكيه ما هتكسباند، وعمر برضو الحاجات اللي مثلا النيزوفارينكس مثلا او الحاجات دي هتكسباند، فكلها بيبقى فيري لو كومبلاينس. اوكي، في النص بينهم بقى الجزء بقى اللي هو بتاع الريسبيراتوري تراكس او الحاجات اللي هي البرونكيولز والحاجات دي كلها، في الاخر بتوصل انها تبقى رفيعه قوي، او التراكس نفسها بتوصل للبرانشز بتاعتها انها تبقى رفيعه قوي. فالحقيقه بيبقى في ديلي بان انا اوصل الهواء من هنا لهنا. اوكي، او في معنى صح ريزيستنس جايه لي من ان انا عشان اوصل للالفيلاي لازم امشي في انبوبه رفيعه قوي اللي هي الاند برانشز بتاعه البرونكيولز. اوكي،
فلو احنا في الوقت العادي ده الوضع الوقت اللي احنا فيه عندنا مفيش بريشر، البريشر اتموسفيريك جوه وبره اللي هو اند اكسبيريشن او اند اكسبيراتوري بريشر، اوكي بيبقى كله زي بعض ومفيش اي مشكله. وانس ان انا ابتديت احط بريشر بقى طبعا يعني بحط بريشر من بره اكني بحط نيجاتيف بريشر من جوه، ما تفرقش يعني، ممكن احط النيجاتيف بريشر في المناطق اللي حوالين الريسبيراتوري تراكت او اكني بحط بوست بريشر من بره. احنا بالنسبه لنا لو بنتكلم على فنتيليتور احنا اكشوالي بنحط البريشر ده فعلا من بره. لما بنحط البريشر من بره بيبتدي الهواء اللي موجود عندي يحصل له ان البريشر بتاعه يزيد. النقطه ان هو هيزيد لي في الجزء اللي هو الايه البروكسيمال اير ويز، الحاجات اللي هي الابر اير واي تراكتس والحاجات دي كلها اللي هي الكومبلاينس بتاعتها قليله، اوكي بس لسه ما يكونش الكلام ده لحق يوصل لجوه، نتيجه لان انا عندي هنا انبوبه رفيعه جدا 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 ما بتوصلش الهواء بسرعه من هنا لهنا، فانا هنا رفعت البريشر بتاع ده بسرعه فما كانش لسه عندي وقت ان الهواء يبتدي يديفيوز من هنا لهنا، اوكي فبقى عندي ده في بريشر عالي قوي 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 وهنا لسه البريشر بتاعه معليش. شويه بشويه بقى وانا على نفس الوضع ده وانس ان انا وصلت للايه للوضع ده كده اللي هي البيك بريشر بتاعي، يبتدي بقى الهواء شويه بشويه يديفيوز عشان ايه يبتدي يتوازن بين كل الكومبارتمنتس اللي عندي دي. بدل ما كان عندي الجزء ده كله البريشر بتاعه عالي وده البريشر بتاعه واطي، لا كله هيبقى زي بعضه دلوقتي بعد ما الهواء اللي هنا دخل بعد كده ملى هنا. نفس البريشر اللي هنا اللي هو مش عامل اكسبانشن خالص لهنا، عامل مينيمال اكسبانشن لهنا، بقى عامل يعني ان اللانجز كلها تبقى اكسباندد في الجزء بتاع الايه في الجزء بتاع الايه اللي هو بتاع الالفيولاي، اوكي. فالنقطه ان احنا البيك اللي احنا وصلنا لها البيك بتاعه البريشر احنا وصلنا لها اكشوري هنا، اوكي قبل ما يحصل ان الهواء ده يديفيوز للالفيولاي، اوكي وبعد ما وصل الالفيولاي خلاص وصل للبلاتو. البلاتو هي اللي هي البريشر بتاعنا كله في كل الحتت زي بعضيها، وبيفضل كده بقى في مرحله الاكستشينج اوف جاسز بتوين الايه بتوين البلاد كابيلاريز وبين الالفيولاي. فده طبعا بيفسر لنا الكيرف ان اللي هو البيك ريسبيراتوري بريشر بيعبر لنا عن النقطه دي، والبلاتو بيعبر لنا عن النقطه دي اللي هو فيها كل الايه بريشرز في كل حته زي بعضيها.